اهلا بيكم، عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض سنين جلاش باللحمه المفرومه، حاجه كده تحفه وتطلع معاكي طريه جدا ومش ناشفه خالص ولا الاطراف حتى، وجميله جدا وبطريقه سهله مش بتاخد وقت. اول حاجه معانا بصل مفروم ولحمه مفرومه والجلاش وكوبايه لبن وبضايه، بس كده هنبتدي. هنجيب بصلايه مفرومه وهنعصجها كده لغاية ما تدبل، وبعد كده ننزل عليها اللحمة كده. حلوة قوي. هننزل بقى باللحمة. هنوطي عليها بقى خالص لغاية ما تدبل ولونها هيبقى حلو، ونحط لها ملح ورشة فلفل اسود. بصل بودر، بهارات لحمة، ونقلبها بقى كويس كده. هي دبلت ولونها بقى حلو، فنطفي بقى عليها عشان ما تنشفش. اهم حاجة ما نطولش عليها على النار، ولما نبقى سايبينها على النار تبقى واطية خالص علشان ما تنشفش مننا تبقى وحشة، فكده تبقى طرية كده حلوة جوسي. بعد كده بقى هنجيب الصينية اللي هنعمل فيها وندهنها سمنة كويس. هنجيب بقى هنجيب ورق لفة الجلاش أول واحدة، هنحط أول طبقة، أول واحدة، نحط واحدة كمان، ونكون بقى مجهزين سمنة متسيحة في طبق جنبينا وفرشة عشان لازم تدين كويس، لان لو ما دهن لازم بعد كل واحدة هنحطها بعد كل ده هنقعد ندهنها علشان تطلع معانا طرية جدا وجميلة ومش ناشفة. ندهنها كده كويس اوي الفرشة. نجيب بقى اللي بعده، ندهنه لو عندك مثلا اي لقيتي في اللفه مثلا اي ورقه مثلا مقطوعه او كده ممكن تحطها في النص عادي جدا، ومش هتبان بعد كده لما تستوي وتقطعيها، عشان ساعات ممكن تلاقي في العلبه مثلا ورقه مقطوعه او كده. بعديها سهل جدا بامانه ومش بياخد وقت، وبيطلع في الاخر حاجة كده تحفة ويبقى حلو قوي للعزومات. بعد ما حطينا نص العلبة هننزل بقى باللحمة ونفردها كده في الصينية. حلو. حطيت اللحمة وفردتها حلو ودوست عليها بالمعلقة. هنجيب بقى بعديها نكمل الجلاش تاني.
نتني كده القصوف الزبده ونديها سمنه. بعد بقى ما حطينا كل طبقات الجلاش هنجهز معانا كوبايه لبن وبيضايه. هنجيب بقى كوبايه لبن اللي هي الكوبايه الصغيره بتاعت الشاي دي اهي، وهندلقها كده. اللبن ده بيخليها تطلع طريه قوي وحلوه جدا. هنجيب بقى بيضايه ضاربينها كويس وحاطين لها سنه ملح وفلفل اسود، هنحطها بقى على الوش تديها لون حلو قوي. هنوسعها كده كويس، اعملوها على نفس الخطوات دي يا جماعه وبامانه هتطلع حلوه جدا. انا جربتها كده كتير، بتطلع بامانه حلوه قوي وطريه وما فيهاش اي حاجه ناشفه حتى الاطراف، وبتبقى جميله جدا وطعمها حلو. بس هدخلها بقى الفرن واوريكم شكلها بعد ما تخلص. بصوا يا جماعه ادي شكلها بعد ما طلعت من الفرن، تحفه قوي، جربوها بجد، ريحه تحفه وشكلها جميل، هتعجبكم جدا جدا جدا.